فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي اخر جزء من حصتنا اليوم نحكي ميني فوت. كان المفروض كما قلت في اول الحصه يكون معنا البارح رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم المصغره اشرف بن صالح، ما تمكناش من الاتصال معاه. ايضا اليوم تمكنا من الاتصال بسي اشرف، موجود في نيجيريا حاليا. سي اشرف اهلا بيك. اهلا بيك واسلام، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعيك في الاسفل. صعوبات كبيره ظهر لي في الاتصال في نيجيريا. والله ما فما صعوبات، بالعكس كانت شيء مريقل وكل شيء منظم. يلا غالب البارح كان نهار صعيب لانه نهار كان في المطار وكان من في الطريق من لاغوس الى ايبادان، يعني ما فماش ريزو يمكن على ذاك البارح ما تحصلش. المهم موجود معنا اليوم، دونك حابين نحكيو على ديسيزيون تاع وزارة شؤون الشباب والرياضة بمنع منتخب كرة القدم المصغرة من خوض بطولة مهمة اللي هي بحجم كأس افريقيا. شنو تعليقكم سي اشرف على القرار هذا؟ والله مش مسألة بطولة افريقيا، مسألة تونس مؤسسة للعبة على مستوى افريقيا على المستوى العربي. تونس من اقوى المنتخبات في العالم في اللعبة هذه. اليوم تونس عندها شانس كبيرة باش تفوز بكأس افريقيا ومن باش تكون في التوب 5 عندها في البطولة هذه ترشح لكأس العالم القادمة. اليوم عندك ناس عندها 3 سنوات حتى الحدث هذايا ودي ستاج معناتها في كل المناطق، مشينا مطمطة، مشينا الكابس، مشينا الوسط، مشينا المرناك، عملنا في الكابون، عملنا في العاصمة عديد التربصات باش انه وصلنا من انسومبل دو 200 جوار باش توصلنا لل 15 جوار الاخرانيين. والنهار باش نطلع ويجيك انت مراسل يقول لك ما تصفرش، هذا هو السؤال. مين السبب نتاع الصفر وكان واضح وجلي في المعاصر اللي جات نهار السبت يقول لك ما تصفرش لي من البلاد معناتها فيها سلاله نتاع كوفيد ومعبيه و عكس الموجود على مستوى الصحه العالميه وعكس موجود في الاحصائيات. نيجيريا ما ثم حتى دوله في العالم حتى في الاستروج نيجيريا ما ثم حتى دوله منع المواطنين نتاعها باش يدخلوا، بالعكس نيجيريا اليوم سيطرت على الوباء نتاعها نسبيا عندها صفر كا في اقصر حالات الاسبوع الفارق بعد 65 حاله. يعني من اول بدا البانديمي لتو 164 الف كام معناتها 164 يعني براو منه المرض هذا. اليوم انا في نيجيريا حياة عادية على الاخر والمنظمة والسكيورتي موجودة، القرية اللي عملناها الخاصة بكأس افريقيا قرية مسكرة ما يدخلها حتى واحد، كل واحد يدخل بالتيست بي سي ار لهنا، يعني الناس كنا نعرفوهم فردا فردا شخصا شخصا الموجودين القرية هذه بعيدة كومبليتمون على المناطق نتاع العمران. كل ايكيب وكل منطقه معينه جغرافيه عندها الريستورون تاعها وعندها مكان الاقامه نتاعو في القريه هذه. التزمنا نحن بعد ما جاء القرار هذا باش نعمل حاجه صحي اجباري مده اسبوع في تونس. لا حياه لمن تولات يجينا توصلنا حتى قلنا يا خويا نعملوه برا من تونس نعملوه في مصر او في المغرب بعد ما نروحوا لتونس. اليوم يا سي اسلام ثم مشكله كبيره اليوم حاسينها بالحقره بالحق، لان يعني حاولنا باش نتكلم الوزيره طلبتها برشا مرات ما جاوبتنيش، مشيت لها المكتب نتاعها قلت لها الناس تجينا تخون حاجه بيكون ارجونس توا باش نحكيو في الموضوع على حياه لمن تنادي. عملنا معناتها مراسلات كيما بعثونا باريمير رجعنا باريمير فماش حتى حل. شنو هو ما هو السبب الناس اليوم والله العظيم حقره غير عاديه والعباد في كل المناطق، لان المنتخب الوطني التونسي ماهوش متكون من الترجي والافريقي والنجم الساحلي ونادي الصفاقسي وبقيه النوادي الكبار في تونس. اليوم المنتخب متكون من تلامذته سيدي مخلوف وقلعاوي و و و و و معناتها مناطق الداخليه نتاع البلاد، الناس هذوما سي لا بروميير فوا في ليستوار نتاعو اللي يحسوا واحد من المنطقه نتاعو مثل المنتخب الوطني التونسي تجي انت اليوم تحرم وتقول له ما تمشيش بدون سبب. تصور انت اليوم الكيبات اللي سميتهم لك انا اليوم عنده ماتش مع اينمبا في نيجيريا، احرم واطلع قول له ما تمشيش تلعب ربي تلطا. صحيح. ولا يجي المنتخب الوطني التونسي هذا سؤالي هذا سؤالي سي اشرف هذا سؤالي كان القادم. لو كان جاء فريق كبير والا الاربعه الكبار نحكي والا المنتخب التونسي لكرة القدم ولا منتخب كرة اليد، هل نجم نشوفوا ديسيزيون كما هكا معناها؟ شوف الديسيزيون تتخذها عادي اي دوله. اليوم كاس اوروبا كانت في تركيا واليوم معناتها بالنسبه لتركيا مثلا بلاك ليست بالنسبه لانجلترا، ثم قرارات كبار في التظاهرات الكبار تاخذوا على معطيات علميه على بلاد فيها بانديمي ولا فيها قلق ولا فيها مشكله. منظمه الصحه الدوليه مش حاطتها في الاستروج، بلاد امنه ما فيها حتى شيء، سكيورتي منظمه سكيورتي امريكيه ما ثم. اعطيني خويا اليوم الحقيقه مانيش مطلع برشا على الوضع الصحي، لكن شنو هي حكايه السلاله النيجيريه ولا حاجه مش تبني على حاجه كما هذا؟ ما سمعتش به والله، انا ما سمعتش به، سمعت به قعدت عندي سنتين سمعت به قبل الخرجه تاع المنتخب في بعض الصفحات كلموا عليها الله اعلم تحصيلا قرار شنو، ومن بعد يخرج قرار والسلام عليكم. عاد سمعنا السلاله النيجيريه في تونس والعاد ثم منها جمله، ادخل على الانترنت وفي جوجل واكتب السلاله النيجيريه واحكي لي عليها نشوفها. السلاله النيجيريه فيها انا سي لا كاترين فواري موجود في نيجيريا، كل جمعتين نمشي نشوف اخر تحضيرات. واهم حاجه عندي انا هي سلامه الناس،
بعد ذاك بامور علميه يجي تقول لك خويا يا خويا نقصوا في العدد نتاع نتاع الوفد يجي نزوم ونعملوا لهم 7 ايام حجر صحي يجي نزوم ونحطوهم برا قمنا في كل اللازم وبلوس راهي نيجيريا ما يزيد شيء مع كم اعتماداتي من تعديل دول باش تدخل اليوم جنوب افريقيا مش تشارك بقرار من الحكومه النيجيريه فهم فيها لانه الاجراءات الصحيه نتاعها مشدده جدا فهم فيها ولا والله على الوضع الوبائي اللي خالصين بس احنا الناس مختار لنا لانه تعرف ان نسبه العدوى كبيره برشا في تونس انا من عائله طيبه انا شكون ليك من عائلات نتاعها مع بعض كليك ولاد عمنا شكون توفى وشكون اللي مريض والمقوقات معناتها انتشار كبير برشا نجيو البلاد فيها زيرو كافي 200 مليون عمره ما كان سبب هذا هو السؤال نتاعنا اللي احنا مشينا وما تكلمناش وقلنا يا خويا ما نعرفوش بلاش موجود الشيء هذا وعملنا مراسله على حياه المنتوناتي هو مشكل في التواصل علاش علاش فماش اتصال بيناتكم تشوف فما استهداف للجامعه الكونسيكو في قدم مصغره اليوم مش ساعة في ما نعرفتش أنا طلبت إلى حابين تشوف نمرية خد نمرية طلبت في التليفون تحصلت عليها أمسيه ليه سبش تحصل يا رجل الجامعة نمرية موجود في الجامعة في الوزارة كناش مكلموني مرحبا في المبرو كنت ناش بدنا نتناقش معهم على الوضعية ذي قرارك ما ذي صعيب بيخرش كاك إذا بتناقشوا فيه ونحكيوا فيه باش نوصلوا لك الشباب بشوية بشوية سينو تصيلوا معناتها بروبليم سيكولوجيك ويدخل في حيط انت ذاك وقت اللي عنده قداش باش يحضر وفيزا ويطلع في باسبورو ويحشم ويريكل ويطلع في الكوفيد ما تقول ما تطلعش تنجم انتهر لك صغير ذاك خليني نهيئه نفسانيا انا بالكيب طيانة ما تجيش تاخذ قرار وانت قاعد في القهوة الستة متى العشية نهار السبت طبعا في ايميل لينا تحفرني ما تعبرنيش هز تليفون وكلمني خويا رئيس جامعة راني انا رئيس كونفدرالية هنا برئيس اتحاد دولي احكي معايا وفسرني وبرر لي باش نفسر لاولادي انا تعكرني وتطفيني ونجيك بالذمه كنت في السفر ونطلع لك وزاره ما تقابلنيش ما قبلوش انا الشيء هذايا مش معقول فما استهداف للجامعه التونسيه نتاعكم سي اشرف يبدو انه مش في الاستماع قطع الخط او لا نعاش معنا سي اشرف ولا نحاولوا نشوفوا نتصلوا بيها من جديد سيد أشرف بن صالحة أكيد يحكي بحرقة كبيرة نتصور واضح معناها بطولة أفريقيا أكيد نستناوها كل قديش بس تصير ويستناوها خاصة الملاعبية والعبائد المغرومة بالميني فوت لكن ديسيزيون أهم من ديسيزيون هذا أنه مفماش تواصل كان بين الجامعة والوزارة مفماش تفسير حتى الأسباب نتاع اتخاذ قرار بالحجم هذا على كل نفهموا الحلقة اللي يحكي بها أشرف بن صالحة نتمنى الوزارة توضح على الأقل عارفش كيف فهمتكم الوزارة يحب يتدخل يوضح لنا الصورة بالذات خاصة المعطيات الصحية تقول في نيجيريا كما كان يحكي أشرف بن صالحة معناتها ما الوضع ماهوش خطير معناها البلاد ماهيش موضوع في الليستروج الوضع كما يقول صفر حالة ويقع اكتشافها يوميا فمش حالات معناها يقع اكتشافها على كل معنا من جديد أشرف بن صالحة بين أشرف من جديد سي أشرف مش مقبول اللي صار مش مقبول لانه انا واحد من الناس مطلبني حتى واحد ما عبرني حد انا اسمي اشرف بن صالح رئيس كونفدراليه افريقيه كنت قدم مصغره نمشي مشيت لمصر نمشي لدول العالم كل هيك يستقبلوني الرؤساء ويستقبلوني وزراء وزراء يحكيوا معايا ويقدروني يقدروا عمل طيبنا شنو خاطر رئيس كونفدراليه تونسي اليوم نتصرف معاه في سواليكا ليش خاطر تونسي كان جا رئيس كونفدراليه من بلاصه اخرى ما يحكيوش معاه في سواليكا خاطرني انا حاول كحل تونس تصرف معايا في سواليكا اعطيني واحد عبرني والتليفون كلمني يا سي أشرف يا سي أشرف نحبك تجاوبني ديريكتومو وبجرأة وما غير حتى خوف حتى حد علاش أعطيني جاوبني على السؤال علاش كهو والله يا سي أقسم بالله ما نعرف والله ما نعرف عندي حتى مشكلة ما نعرفش ما نعرفش نقول أنا واحد الناس تخيلت بيني بنفسي سبورة ذي كبير ياسر ولا يقلق سبورة ذي يطلب بوكو بيجي كبير ياسر ومتشرف المناطق الكلية كبير شي ولا أطماع طالة سخرة بلك شي ولا جل يحبوا يضربوا الجامعة وش السفاهم ما نعرفش في عديد التساؤلات أنا واحد من الناس ما ندخلش في ذوم أنا مؤسس العبادية تيجي نار مش نخرج منها أنا والمكتب الجامعي يعني معاي وزملائي معاي طيانة باش نخليه الأمانة لغيرها كي كبرت المنظومة هذه وتمثل ناس معينة القرار لون نتاع منع الجلسة العام على أساس ثم دي بوان باش نصلحوهم في الأريكتيفي مثال اش قبلناه إلى الآن ما جيناش ريبونس تجي توقف أنت البطولة نتاع البلاد وقت اللي دخلت النادي الأفريقي إلى الآن ما ثم حتى ريبونس اليوم تجي المنتخب باش يخرج كأس أفريقيا وتوقفه والله كان جاي إنسان يكلمك في التليفون يحكي معاك ويعبرك ويفسر لك مثال أما تأخذ قرارات وتطبقها وتسكت وما تحلش فمك عادي أخوي خلنا نخرج ونستقيلوا منها الجامعة ونحلوها برا ربي معها مع الصغار والشباب خفت لي بالكش عنا بريفيليج ولا نخرجوا
ولا نقعد نصفروا من الجامعه، ما عندنا شيء، رانا قاعدين نضيعوا في حياتنا في عمرنا بجرد الجامعه. اما اليوم يا خويا كيف انت عندك 5000 مجاز، وال 5000 مجاز يتبعوا فيه مليون ونص من عباد، ومازال الجهات الكليكا ومنتخب شغل 15 واحد باش يعملوا نشيد وطني باش يمسوا شريحه من الناس هذيا، ما تحرموش خويا، ما تحرموش، وتقف معاه وتبعث معاه اطار طبي وتعاونوا وتشوف ثم ما ثماش ساشون كو ما كاين حتى فرنك من جهه من خاصه لمين انا بفلوس نتاع باش يخرجوا بدنيتهم بدنيتهم بإقامتهم بالفيزا بتساكر بخير، ولا فرنك خذيناه ولا من ليه ما خذيناه إلى متى الشيء هذا؟ يلزم الناس اللي أقوى من العباد تاخذ ديسيزيون تدخل. اليوم أنا مش نقول ثلاثة من الناس، رئيس مجلس النواب، رئيس الحكومة، رئيس الجمهورية، وسيد الوزير إذا تحسب رأيه نحسبها مش ياخذ القرار. الأربعة من الناس هذوما يلزمهم يدخلوا فورا باش ياخذوا القرار لإرسال المنتخب الوطني التونسي غدوة لنيجيريا. مازال فما إمكانية عاش نلعقها بالطبيعة. أنا غدوة صباح من 10 الصباح شنو نخرج ونعطيه الإعلان الرسمي على منتخبات المشاركة، منتخب التونسي في الزهر اللي عنده منتخب شمال أفريقيا ماهوش مشارك، والمقابلة نتاع تونس شمال أفريقيا الماتش الأخرين نجموا كالكونفدرالية الأفريقية نقلبوها الرسمية ما يقلقش باتفاق مع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الأفريقية ناخذوا القرار وتولي تونس تلعب ماتش الأول لنهار لو 10 نجموا نلحقوا. قاعد تعمل في اتصالات سي أشرف ولا لا؟ قاعد تعمل في اتصالات؟ شوف احنا راهو وسيله التعامل في العالم حتى في القانون التونسي راهو الايميل سيتيز امبورتون، تبعث ايميل موجود، بعثنا ايميل رسمي هما بعثونا 6 نتاع العشية على السبت، كيفاش تاخذ قرار اليوم 9 نتاع الليل زاد كيف تبعث ايميل تهز تليفون وتطلب هاك طلبتني تقول خويا غدوه باش نشارك واش شنو مشكلتكم كذا، وتتخرج الوزاره باش تقدم 15 ولا 20 ولا 25 تذكره، وتخرج منتخب وتخرج ممثل على شباب الرياضه خلي يشوف في عينيه السبور هذا في الوصول سي تري امبورتون. اقسم بالله نتحداك كان يعرفوا الاحصائيات تاع السبور هذا 30 مليون لاعب في العالم، 30 مليون لاعب في العالم، تونس اول دوله في افريقيا اصلت المنظومه هذه، تونس اول دوله في الوطن العربي اصلت المنظومه هذه. اليوم كل امير من السعوديه ياسس لك اتحاد مجلس التعاون الخليجي والسعوديه تستثمر ومصر تستثمر، مش يلعبوا ماهمش يفضلك، والناس قاعده تقرا وقاعده تراهن على السبور هذا خاطر يمس في شريحه من الناس ماهوش سبور بروفيسيونيل، سبور بور ليزاماتور، سبور يمس معناتها عنده بيوت سوسيال على الاخر، البيوت نتاعه سوسيال على الاخر. اليوم تيجي عدي بالحاج يلعب لك في السعوديه كراس الميني فوتبول، فاحنا خرجناه ومشينا امريكا ومن امريكا جينا حنمض عملنا مشينا السعوديه. احنا نحبوا نطلعوا ميات عدي بالحاج ونحبوا اطروهم يجينا هذوكم ونحبوا شاك سمان لاهين بالكوره عميق بموقف وشيخين وبعثوهم على المشاكل تاع كل شيء باش ناطروا الجن نتاعنا. وقت اللي نحن نقوموا بالعمل هذايا اقل ما يمكن يرحم والديك، اقل ما يمكن ريكومبونس من الدوله، اقل ما يمكن يكرموك. لا نهار رجع كرمني واحد ولا نهار كامل شفت السب انا من الصباح لليل يا خويا. الجامعه التونسيه كنت خدمه مصغره مستعده وعابره اكسبريس افهم نخرج منها تو وما عادش تدفع حتى لحظه. اذا كان غير مرغوب فينا نحن كناس خلينا نقصدوا ربي لواش نخدموا نعمل. انا خويا رانا نحكيو عن المنتخب الوطني التونسي، راني كي ماشي الوزاره مانيش نحكي على منتخب صامبيا ولا موزمبيق ولا بوراندي، نحكي على المنتخب الوطني التونسي. انا صغير والتو اي سكسي اي واحد اون جابر تلعب هون باسكيت فوت مهما كان سبون ما رقدتش في الليل باش نستنى المنتخب يلعب. هذا منتخب شيكاور غدوه خويا، ما رقدتش باش نسمع جدي تعرم هكاك حرام راهو ماهوش معقول الشيء هذايا. واضح، يعطيك الصحه، شكرا لك سي اشرف. ما عرفتش خليك في الاخر كان تحب تضيف حاجه خويا. انا ما نضيف حد شيء بصراحه، انا شخصنت الحكي وريت نحكي، انا ما عادش باش نهبط حد شيء، ما عادش باش نتكلم. الشعب التونسي خلوه يتكلم ويحكي كان يحب المنتخب بتاعه يشارك مرحبا، ما يحبش يشارك مرحبا هذا كيف كيف. انا لازم نلتزم، وانا اليوم باش نحكي لشخصي انا نفسي، انا رئيس الكونفدراليه الافريقيه، النجاح تاع كاس افريقيا يحسب لي شخصي انا، وانا باش نظم كاس افريقيا وش ينجح نجاح كبير على الاخر. اما انا مش نحكي على شخص، نحكي على الدوله ونحكي على المنتخب الوطني التونسي مؤسس هذه اللعبه، والعلم يجب يكون يفصل بين الناس كليك، يجب يكون هو لغه لعبات كليك، والخلافات كل تتنحى على جنب، واي سبب من الاسباب يتم تعاطي معاه بامور علميه مش امور شخصيه، امور علميه. كان اليوم تجيب لي منظمه الصحه الدوليه قول كرة بالك من البلاد هذه تروح على نجري تو كان تحرم انت يا سيدي. يقول لك حاجه البارح جيت انا نيجيريا شغل يجي 100 تونسي ولا 60 ولا 50 ما اعرفش نحسب فيهم اللي يخدم على روحه واللي يمشي يعمل في الكوميرس واللي راجل اعمال منعتهم انت هذوكم مش باش يروح لك بعد ثلاث ايام اربع ايام انت مش يجيب لك سلاله نيجيريه بذاك يجيب السلاله نيجيريه والصوالي هذاك بيجيب السلاله نيجيريه معناتها صوالي يا اخي نورمال فيها دي مش معقول الشيء هذا صح. واضح هذيك صحة سي أشرف بن صالح رئيس الجامعة التونسية للميني فوت، أكيد نتفهموا الحلقة اللي تتكلم بها قاعد
المنتخب نتاعك ما تنجمش يمشي لبطولة افريقيا دون حتى سبب واضح. معناها نتمنوا شكون من الوزارة يتدخل معانا ولا يهز التليفون ولا يطلب ولا يوضح ولا يطلب حتى يرد على الكلام اللي قالوا اشرف بن صالح. على كل هاك نكملوا فير بلاي اليوم، شكرا لكم تبعتونا من الثلاثة حتى للخمسة. كان معانا عديد المواضيع في الحصة نتاعنا اليوم، كنا حكينا فوت، كان معانا نظيم بسول الصحفي الجزائري، كنا حكينا على دوري السوبر الافريقي، ايضا حكينا على حاتم المدرب المدرب التونسي النادي السليمي الكويتي ما تمكنش من الالتحاق والظفر بعقد جديد بسبب عدم حصوله على تلقيح. حكينا ايضا مع اسامه بن عياد لاعب مستقبل سليمان المنتقل الكوكب السعودي، وكان معنا ايضا مروان فلفيل حكى على الخلاف مع الجامعه التونسيه لكره السله رئيسها علي بن زرت، وكملنا مع اشرف بن صالح رئيس الجامعه التونسيه للميني فوت. اللي فاتوه التصريحات هذوما الكل نجم يلقاوهم على الصفحة متاعنا في شكل دي فيديو إكسبرس أفام وإلا الصفحة الخاصة برياضة إكسبرس إسبور. شكرا تقوى المديوني وقبلها ناصر الساكري في الإخراج الرقمي، شكرا ياسر جويني ومنال الأساسي في الإخراج. أجمل تحيات إسلام المد.